في تونس، لكن ثم شكون يحب يدز في الاتجاه يا ما تكون مع النهضة يا ما تكون مع نداء تونس كما كان بن علي عامل قبل، يا اما مع التجمع يا اما مع النهضة. إذن المسألة هذه تاع الاستقطاب مغلوطة وعندها غايات انتخابية لا اكثر ولا اقل، وربما زاد مربوطة حتى باهداف اخرى تاع انه حصران الامور في تونس لزوز احزاب، حزب محافظ ديري وحزب اخر ليبرالي شويه حداثه، وانا في اعتقادي ما لازمش نتيحوا فيها مساله الاستقطاب هذا، لانه الاستقطاب اللي حقاني بالمجد يلزم يكون ما بين القوى اللي تدافع على اهداف الثوره وبين القوى اللي ضد الثوره، هذاك الاستقطاب الحقيقي. بينما بالنسبه لنداء تونس بالنسبه لحركه النهضه راهم ما يختلفوش في الامور الاقتصاديه والاجتماعيه، قرام لبعضها برشا، وحتى من الناحيه السياسيه نجم نوصلوا راهو الاتفاق. وانا اقول لك ما تستبعدش انهم تشوفهم حتى فرد حكومه. هذاك علاش انا اقول انه الاستقطاب الحقيقي يلزم يكون ما بين القوى اللي تحمل تحافظ على اهداف الثوره وتعمل من اجل تحقيقها، ما بين القوى معناها الاخرى. والجبهه الشعبيه انا في رايي اللي هي مش تكون قوه اساسيه في تونس، وهي مش تحاول تجمع حولها القوى اللي تمسك باهداف الثوره. بعد الاضراب اللي عملناه في 2005 تو انتهت راهي وفات، شو معناها؟ لانه الارضيه ولا تنجم تكون المطالب اللي تجمعت حولها هيئه 18 اكتوبر في وقت اللي بن علي كان يقمع في الناس كلها وما خلي حتى نفصل حتى حد. تجمعنا على حريه التعبير وحريه التنظم والعفو التشريعي العام، هذا اللي جمعنا. وناقشنا قضايا اخرى متعلقه بحقوق المراه ومتعلقه بعلاقه الدوله بالدين، ولكن من ناحيه المطالب الاساسيه كانت هذه. اليوم المطالب هذه بعد الثوره تحققت، حريه التعبير ثم على الاقل لحد تو، ثم جرايد، ثم صحافه مستقله الناس تنجم تجتمع وتعبر رايها، حريه التنظم، نحن عندنا حزب والنهضه عندها حزب والمسلمين عندهم احزابهم، العفو التشريعي العام زاد صار. الاهداف هذيك انتهت وفي وقت المرحله الجديده هذه بعد الانتخابات ما هيش نتاع اتفاق نتاع 18 اكتوبر، مرحله جديده اللي الحاجه المهمه فيها هي المشروع المجتمعي لو موديل دو سوسيتي. ما نجموش يكونوا احنا والنهضه متفقين على نفس المشروع تاع المجتمع، سواء كان من ناحية ثقافية، من ناحية سياسية، من ناحية اقتصادية، من ناحية اجتماعية. هذاك علاش نحن ماناش مع بعضنا. لكن ثم حاجة مازالت من 18 أكتوبر، هي أن النهضة صحت على وثائق. والتكتل صح على وثائق. وكذلك المؤتمر من الجمهورية صح على وثائق. مش فاهم الوثائق هذا. فاهم ما تمسوش بمكاسب المرأة. فاهم اللي حرية العقيدة مضمونة. أن التونسي حر في العقيدة نتاعو، التونسية حرة في العقيدة نتاعها. وكذلك اتفقنا على أن الدولة ما لازمهاش تكون دولة دينية، خاطر كل دولة دينية ما تنجم تكون كدولة استبدادية. اتفقنا وأن الدولة اللي نحبوها ما تنجم تكون كدولة مدنية، دولة ديمقراطية قائمة على سيادة الشعب مع احترام مبادئ حقوق الإنسان والجمهورية. هذا صحت عليه حركة النهضة. صح عليها جماعة المرزوقي وجماعة مصطفى جعفر. اليوم هما عندهم التزام اخلاقي، انا انجاجمون مورالي بوليتيك، عندهم التزام اخلاقي وسياسي اللي يلزمهم يواصلوا يحترموها، اذا كان ما يحترموهاش معناها كذابة، معناها يكذبوا على الشعب، معناها عندهم لغة مزدوجة. واحنا لاحظنا انه بالنسبة لحقوق المرأة يحبوا يمسوها، ولكن حاب نقول لك حاجة نحن ليها بالمرصاد، نحن مش واصل ندافع على الشعب التونسي ولا حرية الشعب التونسي. عايشين في الهجرة في فرنسا وفي غير فرنسا، نلقاه من الناحية الاجتماعية
المصدر راهي ما كانت هكاكا إلا بالعلم وبالمعرفة وبالانفتاح وبالحب وبالنقاش وبالحوار وبالإخذان تاع الحوايج الإيجابية من حضارات أخرى. وقتاش طحنا وقت رجعنا غيلاك هذه هذاك علاش أنا نقول لأخوتي التوانسة ولأخواتي التونسيات اللي عايشين لهنا دائما وأبدا راك تنجم تحافظ على هويتك مع أنك تطورها وما تطيحهاش من غير ما تبقى متلفت للتالي، لأن البشرية لازم ديما تبني مستقبلها، تأخذ الباهي في تاريخها وتشارك في حضارها وتبني مستقبلها دائما وأبدا بالجديد، لأن نحن بيتنا جدودنا راهم ساهموا في الحضارة الإنسانية وبناوا، وإحنا لازمنا نزيدوا معناها اليوم معناها قيم معناها أخرى. نعطيك مثال بسيط، راجل غنوشي وين مشى؟ شبيه مشاش للسعودية راجل غنوشي؟ شبيه ما مشاش لأفغانستان راجل غنوشي؟ مشى لبريطانيا، علاش مشى لبريطانيا؟ خاطر بريطانيا يلوج على الحرية مشى غاديك. شبيه ما اختارش دولة دينية؟ دولة تحكي عن الهوية. اختار دولة فيها الحريات. تحترم العقيدة نتاعك. السعودية الدولة دينية هو سارق ومجرم وقبلته السعودية مش قضية تعديل، خاطر السعودية دولة استبدادية دولة دكتاتورية مشى غاديكا باش تحميه من المحاسبة، خاطر كان جا البلاد مشى البلاد فيها قانون وبلاد فيها الديمقراطية راهو مثلا كان جا لفرنسا لهنا راهو الشعب الفرنساوي يقيم عليه القيامة على حكومة فرنسا باش يقول له السارق والمجرم هذايا رجعوا لبلادهم. أما كيمشي للسعودية يلقى نظام مستبد يلقى عائلة حاكمة تولي معناها تحميه.